السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي. النهاردة بإذن الله جايبة لكم فيديو متكامل لتضييق وتعطير المنطقة الحساسة أو منطقة المهبل، وكمان علاج الإفرازات بشكل طبيعي وسريع وكمان مش مكلف خالص. جايبة لكم أكتر من طريقة بسيطة جدا لعلاج كل الحاجات دي. إن شاء الله هتستفيدوا من الفيديو جدا النهاردة. ما تنسوش طبعا تدعموني باللايك والشير، عاوزين نوصل الفيديو دوت لأكبر عدد من اللايكات. انزلوا دلوقتي لو سمحتوا ودوسوا لايك وكمان شيروا الفيديو، مهم قوي عشان طبعا تدعموني وعشان غيركم يستفاد. ان شاء الله الفيديو كله متكامل وهيعجبكم جدا للبنات والسيدات، وهقول لكم طبعا ازاي نقدر نستخدم الوصفات اللي معايا النهارده للبنات وكمان للسيدات لوحديها. مميز جدا ان شاء الله يعجبكم. ما تنسيش طبعا تشتركي في القناة وكمان تفعلي الجرس، ويلا بينا نشوف الوصفات اللي معايا النهاردة. اول حاجة هكلمكم عليها هي الروائح الكريهة اللي بتكون طبعا من منطقة المهبل، ازاي تقضي عليها تماما. كمان عايزة اقول لكم ان ما ينفعش نقضي على الروائح الكريهة او نعمل وصفة تقضي على الروائح الكريهة من غير ما يكون مثلا يكون عندك انت افرازات بتطلع روايح وتعملي وصفة للروايح بس هتقضي عليها مرة وبعد كده هترجعلك، فلازم نعالج الافرازات ديت. طبعا لو مش طبيعية كل السيدات على فكرة والبنات المفروض يبقى عندها افرازات، بس في بتبقى زايدة شوية وبتبقى مسببة روايح كريهة مش مستحبة. هقول لكم على طريقة بسيطة جدا لكن فعالة ومميزة، هنستخدم فيها مكون واحد بس وهو ملح الطعام. يا جماعة الملح العادي خالص اللي بنستخدمه للأكل هنستخدمه معانا النهاردة للالتهابات وإفرازات المهبل، ممتاز جدا جدا. شوفوا الملح موجود في كل البيوت بس فعلا مميز جدا. هنستخدمه ازاي؟ هنستخدم معلقة كبيرة من ملح الطعام زي ما انتوا شايفين معايا كده معلقة. عليها لتر واحد من المية اللي تكوني غلياها، لازم تكون مغلية ودافيه، تبداي تدوبي فيها معلقه ملح كبيره، تدوبيها كويس وتبداي تتشطفي بيها مره الصبح ومره بالليل. يعني قسمي اللتر واحد من الميه ده كوبايتين الصبح مثلا تتشطفي بيهم وكوبايتين في الليل. مع تالت يوم بالظبط بتلاقي الافرازات اختفت تماما تماما. قد ايه الوصفة بسيطة لكن ان شاء الله لما تجربوها هتعالج موضوع الافرازات تماما والالتهابات الموجودة. وطبعا دي بتقدري تستخدميها للسيدات والبنات، ما فيهاش اي ضرر خالص على البنات. هقول لكم بقى دلوقتي هنستخدم تاني وصفة ازاي لتضييق المهبل وكمان للتخلص من الروائح الكريهة. هقول لك لو انت بنوتة تستخدميه ازاي الاول، وبعد كده هقولك لو عاوزة تستخدميه لتضييق وتعطير المهبل برضو تستخدميه ازاي. اول مكون ومكون اساسي طبعا معايا هو عشبة الخزامة او عشبة اللافندر. موجودة فين؟ موجودة طبعا عند العطار زي ما انتوا شايفين معايا، ده شكلها اهو متوفرة وهتلاقيها عند العطار بسهولة جدا، بتشتري منه كمية وكمان مش غالية خالص ما تقلقيش. بتشتري منه كمية لانه بنستفاد منه في اكتر من حاجة، بنستخدمه وصفات للشعر هايل جدا جدا. هناخد معلقة كبيرة، هنبقى محتاجين معلقة كبيرة من عشبة اللافندر او الخزامة زي ما انتوا شايفينها معايا كده. هتستخدميها ازاي؟ هتستخدميها هتجيبي حاجة تقدري ترفعيها على النار وهتحطي فيها مية، 4 كوبايات من المية بمقدار لتر واحد من المية. ممكن تكوني غلياها
او كمان من الحنفية مفيش مشكلة، انت كده كده هترفعيها على النار، هتاخدي كده معلقة كبيرة من العشبة بتاعتنا، وبتبدأي ان انتي ترفعيها على النار تغلي. اول ما تغلي معاكي بتهدي عليها النار وتسيبيها 5 دقايق وهي بتغلي. بعد الغليان 5 دقايق على نار تكون متوسطة عشان ما توفرش معاكي، ديت ممتازة جدا للتخلص من الروائح الكريهة في المنطقة الحساسة. انتي عاوزة لو انتي بنوتة استخدميها على بالطريقة ديت، مش هتبقي محتاجة ان انتي تعمليها او تعمليها برضو لتضييق المهبل. لو انتي سيدة هتستخدمي معاها قشر الرمان، ممتاز جدا برضو للالتهابات ولتضييق المهبل. انا بجيبه كده وبغسله وبجففه عندي، ممكن تشتريه من عند العطار قشر كده وتطحنيه في البيت، او كمان من عند عطار يكون موثوق منه مطحون يعني، بتاخدي منه مقدار مثلا معلقة كده. انا عندي ناشف زي ما انتوا شايفين، فهاخد كام قطعة وهبدأ ان انا اغليه على النار زي ما اتفقنا 10 دقايق. اول ما يغلي ههدي عليه واسيبه 5 دقايق من وقت الغليان علشان ناخد الخلاصة بتاع العشب الاعشاب اللي احنا حطيناها، ناخد الخلاصة بتاعتنا كلها. هرفعه على النار وهوريهولكم هيبقى شكله ازاي بعد الغليان. وهنا طبعا زي ما قلت لكم انا غليته لمدة 10 دقايق، بدأ يغلي اول من وقت الغليان، هديت عليه النار خالص وبعد كده سبته 5 دقايق لغاية طبعا ما الخليط بيقصر معاكي كده او الاعشاب بتقصر معاكي كده خالص. بتبدأي تعملي ايه؟ بتجيبي مصفة تكون ضيقة جدا او كمان شاش، المهم يكون الخليط ده يتصفى كويس جدا قبل الاستخدام. مهم جدا ان احنا نصفيه اهو، وياريت كمان نصفيه مرة كمان. طيب هتستخدميه ازاي بقى؟ هتستخدميه لو طبعا انتي بنوتة استخدميه كتشطيف خارجي عادي جدا، لو انتي سيدة وعاوزة تستخدميه لتعطير وكمان للتضييق بنصحك ان انتي تستخدميه باي سرنجة تكون طبعا نظيفة اول استخدام ليها، وبتبدأي تاخدي مثلا مقدار 10 سنتي وتدخلي جوه منطقة المهبل نفسها. طبعا لو هتستخدمي للتضييق قبليها بنص ساعة، لو عموما يعني للتعطير هتستخدميه مرة الصبح ومرة بالليل قبل ما تنامي. ممكن كمان تستخدميه بأي بخاخة عندك او كمان تشطيف خارجي زي ما تحبي، بس طبعا البنات لازم يستخدموه تشطيف خارجي بس ومن غير كمان قشور الرمان، استخدمي اللافندر بس، ان شاء الله بيجيب معاكم نتائج حلوة قوي. ما بتقدريش تستغني عن الوصفة دي لان من اول مرة هتعملي فيها الوصفة هتحسي بفرق كبير جدا. طيب لو انت هتستخدميها للروائح الكريهة استخدميها لمدة 4 او 5 ايام، هتلاقي نتائج حلوة جدا وهتختفي تماما الروائح الكريهة. وكمان ما ننساش لو في افرازات لازم نعمل الوصفة بتاع الملح. يا رب يكون الوصفات النهاردة سهلة عليكم ان شاء الله لما تجربوها، ما تنسوش طبعا تكتبولي ارائكم في الكومنتات، واللي جربها قبل كده برضو يديني رأيه تحت. ولو عندك اي وصفة انت بتستخدميها برضو ياريت نفيد بعض ونكتب في كومنتات يا جماعة. وما ننساش طبعا ندوس لايك وشير للفيديو عشان غيركم يشوف الفيديو واستفاد منه اكيد طبعا. مستنية ارائكم واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.